السلام عليكم، نتمنى تكون على خير وبخير ان شاء الله. انا راني مسافره اليوم ان شاء الله من مدينه تردانت الى مدينه طنجه ان شاء الله. المهم نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وبغيت نقول لكم مبروك العواشر ديالكم، مبروك العيد ديالكم، مبروك عيدكم، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله بالصحه والراحه ان شاء الله. وانا راني في الطريق وفكرت باش ندير فيديو ان شاء الله. المهم كيما قلت لكم راني في الطريق ان شاء الله. بغيت نقول لكم على واحد الحاجه اللي هي بصراحه انا اللي ما جيت من طنجه، جيت في الكار وداز كلشي زوين ما شاء الله، داز كلشي زوين، ولكن واحد الحاجه اللي باقيين المغاربه فيها روطال، يعني ما كيكلاسيوش، يعني حتى كيقطعوا البلايص الناس وكيبقاو يتخاصموا. لا هو هذيك البلاصه ديالك ماشي ديالك، لا هو هذه ماشي ديالك، يعني حنايا راه حنا مازال خاصنا التدريبات، مازال خاصنا بزاف ديال الحوايج، يعني بصراحه مازال خاصنا خدمه في هادشي هذا. انا بعدا بصراحه كنشوف الا قطعت في واحد البلاصه راه خاصني نبقى بلاصه سي بلا بلا نبقى نقلب من هنا. المهم المغرب زيد ما شاء الله بزاف ديال الحوايج زوينين في المغرب، مي المعامله ديال الناس مازال ناقصه شويه ديال بخور مازال ناقصه شويه ديال يتريو شي الحوايج خصهم يحيدوهم، يعني لا اله الا محمد رسول الله. نتمنى ان شاء الله نوصلوا على خير وبخير، ويدوز هاد السفر ان شاء الله يدوز زوين. مدينة تردانت مدينة زوينة بصراحة، أنا كنعشقها بزاف، كنفضلها حتى على بلايص أخرين، وأنا عاشقة مدينة تردانت. راه ما سخيتش وأنا خارجة منها، وبصراحة بحكم اللي راني جلست فيها تبارك الله خير، يعني راها هذي شي 10 أيام ولا 11 يوم، وما سخيتش، يعني من حدي كنجلس وأنا كنزيد نولف. ولكن شوفوا على منظر هنا، يعني كيكون النهار كيكون شويه ديال السخانه، وفي العشيه كيتقلب الجو كيولي زوين، كيولي البروده. بصراحه انا البلاصه هذه كنعشقها بزاف، تردنت مدينه زوينه نحبها بزاف. واش نقول لكم عليها، انا راني دابا خرجت من تردنت، الناس ديالها اللي عمرها سلعه، الناس ديالها طيبين، وراني ماشيه نقطع حتى للرباط ان شاء الله. بعد الرباط غادي نحول، يعني غادي نتحولوا لكار اخر. بصراحه ندمت اللي ما درتش الطياره، ولكن بغيت نمشي هكا باش نتسالى شويه، حيت الطياره ما كتسالاش، الا ما كتوصلك بالو بالزربه كنت غادي نهز الطياره، ولكن بصراحه ما هزيتهاش، واخا العائله كلهم قالوا لي علاش ما هزيتش الطياره، لكن انا بغيت باش نمشي هكا ونتسالى شويه في البلاد، ماشي غير نهز هنا ونهز هنا. سمحوا لي حيت ما حطيتش الجديد، حيت كنت دائما مع العائله وكندوز وقت زوين، وقت داز بالزربه، يعني بصراحه شيء جميل مع العائله. وراني ماشيه باش ان شاء الله غنصبح مدينه طنجه ان شاء الله. لما غنصبح مدينه طنجه ندوز واحد دو جوغ، يعني واحد يومين في مدينه طنجه، وغادي نمشي باش نعيد مع الوالده ديالي في مدينه تازه ان شاء الله. وي خوتي كيما قلت لكم راه خاصهم يزيدوا بزاف ديال الحوايج يتعلموهم هنا، يعني كل شويه ديال النظام، كل شويه ديال النظام، يعني مقطع الرقم اللي مقطع فيه كيخصك تطلع فيه. هنايا مازال هاد القضيه، مازال ما تعلموهاش، يعني مازال ما وصلتش. يعني بصراحه انت مقطع 12 كيطلع لك في 40 ولا 30 ولا، يعني هادشي هذا مازال شويه ما كاينش تنظيم، يعني ما كاينش تنظيم. المهم على كل حال المغرب زين، الناس ديالو شويه، الناس ديالو كاينين الناس اللي زوينين، وكاينين الناس اللي باقيين محتاجين يزيدوا يتعلموا شنو هو الاحترام، يتعلموا بزاف الحوايج الاحترام. يعني الناس هنايا كاينين مازال ما كيحترموش المراه، ما كيحترموش، يعني كاين شويه ديال. اما الحمد لله المغرب كلشي فيه زوين، المغرب زين بكل حاجه، بلاد الخير، بلاد الكرم،
ولكن كاين بلايص ماشي الناس كلشي، مي كاينين بلايص ما كاينش الاحترام، داك الاحترام ناقص يعني. وان شاء الله يتعلموا وان شاء الله يتقدموا، ونتمنى وان شاء الله يا ربي يكون شي تغيير الاحسن قريبا عاجلا ان شاء الله. من حيث الشيء هذا راه الناس راه في هذا الوقت هذا عام 2020 والناس مازالين ما يعني راه حنا قرابين في عام 2020 والناس مازالين يعني كاين مازال الناس اللي كيتعاملوا مع المراه باسلوب يعني كنشوف كنسمع كيتعاملوا مع المراه شويه بحال الا غير هي مراه سيد الله غير التماره، وهادشي هذا ماشي في صالح ديال المراه المغربيه يعني ماشي في صالح ديالها. المراه ولات باغا تهضر باغا حقها باغا تخدم باغا بزاف ديال الحوايج، وان شاء الله يتبدل من حسن الى احسن. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون عجبكم، ونقول لكم مبروك عواشركم، تعيدوا الصحه والراحه، وانا شاد الطريق ان شاء الله يا ربي تكونوا شريت العيد وربي يسهل عليكم، ويكون ان شاء الله دوزوا العيد على خير وبخير مع وليداتكم ووالديكم وعائلتكم، واللي مسافر لابسوا على خير، واللي ان شاء الله ما عندوش باش يعيد ربي يسهل عليه، وحنا باش ما قدينا نعاونوا ان شاء الله، وربي يرزق صحه وسلامه. وشكرا بزاف، نشكركم بزاف، نشكركم بزاف اللي كتسولوا على الجديد ديالي، نشكركم بزاف. هانتوما الا كتعرفوا الشجره ديال الارقل، هي هذه شجره الارقل، هي هذه اللي كاينه في الجديد، هذه هي الشجره ديال الارقل اللي ما كيعرفهاش، فهذه هي الشجره. صراحه سمحوا لي اللي راني ماشيه في الكار وبالزربه. المهم انا جايبه معايا شويه ديال زيت الارقل، شويه ديال العسل، املو، هذا ما كان. ونقول لكم عواشركم مبروكه وتعيدوا بالصحه والعافيه ان شاء الله.